اعرض لك صور في المحاضرات الاخيره اللي انت عملتها في الامارات الاخيره دي، عايزك تعرفني مين الناس دي وانت كنت بتعمل ايه والفكره جات لك ازاي. يعني الصور ده كابتن ناصر الخميس ابو فهد، طبعا من المحاضرين الكبار في الاتحاد الاسيوي والاتحاد الاماراتي. ده طبعا مش عايز ده دي في الـ في الـ في الـ ده في الاخيره دي، الاخيره اللي انت كنت فيها دي، اللي انت رايح فيها كمحاضر، كمحاضر اول افريقي يحاضر في اسيا. في اسيا دي حقيقه. انا مش عارف جبتها ازاي دي حاضر. والله هذه الناس، ما انا لازم اشكر طبعا كل الناس، لان طبعا اشكر الاتحاد الاماراتي، اشكر الدكتور جمال موثقين فيك ان انت طبعا مدرب كبير، يعني مين واثقين فيك انك هتبقى مدرب كبير أكيد فبيدعموك وعايزينك تبقى هناك كده. من عايز لو هم ما همش واثقين في كده، ان هم شافوا قبل كده وانا بشتغل معاهم وانا مدرب حراس مرمى، وشافوني معاهم وانا مدرب وانا مدير فني. لما اتعرض عليا الدكتور جمال طبعا الحسيني، طبعا ده هو يعتبر هو هناك رقم واحد في الاتحاد الاماراتي، هو المدير، يعتبر هو المدير كل الدورات اللي هناك. طبعا الاب الروحي ليا الدكتور زكريا العوضي ابو احمد اللي هو جنبي، ده بعتبر الاب الروحي، ده اللي هو يعني زي ما بيقول لك متبنيك، متبنيني متبنيك. زي ما اقول لك مثلا انا خلفت في حراسه المرمى كذا، هو متبنيني. ومين خلفتك في حراسه المرمى؟ ما فيش حد اصلا. انا قلت كمال الحضري قفل المصنع وخلاص، خلاص كده خلف الحضري وقفل المصنع خلاص. دي حقيقه والله. مش حد قريب منك؟ لا 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 قريب، لا 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 والله مش زيك، لا ولا قريب منك ولا قريب مني. كابتن حسن اسماعيل، كابتن يوسف زعيبي، كابتن اكرم، احنا السته احنا اللي كنا بنحاضر، اللي بتحضروا بنحاضر في اللي كان معانا 31 مدرب اماراتي، لا اماراتي، مصري، مغربي، مصري، جزائر، 11 واحد والله العظيم، والله 11 مدرب، 11 مصري، والله 11 مدرب مصري وما تعرفهمش. رايحين يتعلموا، رايحين يتعلموا، رايحين يتعلموا، وبيشتغلوا في هناك، اللي بيشتغل في نادي العين، اللي بيشتغل في نادي الجزيره، اللي بيشتغل في نادي الوحده، برافو عليهم، بيشتغل في الشباب الاهلي، برافو عليهم. ممكن ما تكونش اسامي معروفه، ايوه، بس صراحه ترفع لهم القبعه ان هم بيشتغلوا وبياخدوا الشهاده بي لحراس المرمى. تمام دي كل دي الشهادات. المجموعه دي صراحه يمكن الدكتور زكريا عامل شغل جامد. في ناس من الفيفا بتبقى موجوده؟ كان في واحد موجود من الفيفا كان جاي يشرف علينا من الفيفا، من الفيفا يمكن جاي يعني يشرف على الدوره دي. احنا بنحاضر لمين؟ للمدربين دولت، واحنا جاي علينا واحد من الفيفا جاي حاضر علينا، يحاضر عليكم، يقيمنا، يقيم شغلكم، يقيم شغلنا ويشوفنا. هو القصه دي استغرقت قد ايه؟ 10 ايام. 10 ايام، 10 ايام والله يا محمد. الساعة بنصحى 4:30 الفجر، 5:30 بنصلي الفجر، 6 الا ربع بنبدا في الملعب، عملي من 6 الا ربع لحد الساعة 9 عملي، وبعدين بياخدوا ساعة بريك من 9 ل 10 افطار، وبعد كده بنخش على النظري بنبدا من 10 لحد 3 العصر. طب ليه بنبدا بدري العملي؟ لان الجو حر هناك، بتبدا العملي بعد الفجر على طول. ايوه ايوه صراحة 10 ايام مش عايز اقول لك، ارهاق، تعب، استفادة، بس الواحد مبسوط، الواحد مبسوط ان هو بيشتغل، الواحد مبسوط ان هو بيتعب. من الناس اللي بتشتغل الكابتن يوسف، دكتور زكريا العوضي، الكابتن حسن اسماعيل، اللي هو ده ابوك الروحي، ده بيعتبر الاب الروحي، ده ابوك الروحي، ده يعتبر الاب الروحي بتاعي. هو كان حارس مرمى؟ كان حارس مرمى، كان حارس مرمى، كان حارس. وبعدين مش بس محاضر بس في الاتحاد الاماراتي، في جميع الاتحادات الاسيويه. كان يمكن اخرها جاي من ماليزيا، كان قاعد هناك بيحاضر في ماليزيا. ده يعتبر مش عايز اقول لك، ده اي معلومه اي حاجه ما بيتاخرش عني فيها، حتى يمكن تلاقينا على طول احنا بنتكلم مع بعض في اي حاجه انا عايز استفيدها، هو ما بيتاخرش عني، ما بيتاخرش عني. طب بس ليه كل ده؟ الدكتور جمال منظومه، بص يا محمد، في هناك منظومه في الاتحاد الاماراتي، كل الناس بتشتغل لمصلحه الاتحاد الاماراتي ومصلحه الكره الاماراتيه، ما فيش حد بيتاخر. احنا بعاد قوي، خلي بالك احنا بعاد، مش اسف بعاد في كل الشهادات. والله ممكن نرجع، احنا ممكن نرجع، بس لو احنا عايزين. ايوه، اما احنا سعيب عيب ان النهارده ان يبقى كل اللي بيشتغل في الدوري الاماراتي، الدوري المحترفين والدرجه الاولى، ما ينفعش مدير فني الا يشتغل لما يكون معاه ايه؟ برو. طب حلو، ما ينفعش مدرب يقعد على الدكه ان كان مدرب حراس مرمى او مدرب عام الا ان كان معاه الايه؟
مظبوط. طب احنا فين في مصر؟ فين؟ فين شهادتك اللي في مصر؟ مين معاه برو؟ مين؟ ثلاث مدربين. ثلاثة. ماليش دعوة بالكباتن طبعا الكبير، كابتن حسن شحاتة وكابتن شوقي غريب، لا دول لهم كل التقدير والاحترام. كابتن حسام البدري، كابتن حمزة الجمل، كابتن أيمن رمادي. الثلاثة دول معاهم البرو. دول اللي معاهم البرو. الباقي كله إيه؟ الباقي كله إيه؟ غير بقى طبعا اللي في قدم في اللي طبعا علي ماهر وكابتن وطارق مصطفى، دول مقدمين على البرو في الاتحاد الأفريقي. بس الاتحاد الأفريقي فيه مشكلة كبيرة. إيه بقى؟ إن الشهادات كلها بتاعته مش معتمدة. مش معتمدة؟ مش معتمدة. مش معتمدة في إيه؟ مش معتمدة خالص، يبقى في أفريقيا وبس، تشتغل في أفريقيا بقى بس. هتروح تشتغل بقى بدول عربية؟ يعني يجي لك عرض في السعودية في الإمارات؟ ما تشتغلش. اشتغلش والله، لازم يعادلها لك. عشان كده انت رحت للاتحاد الاسيوي؟ انا عشان كده باخد الشهاده كل شهاده. مش بقول لك انت مش سهل. ما انا مش سهل، قلت لك مش سهل. ينفع يجي النهارده يقول لك عصام الحضري واخد شهاده من الاتحاد الافريقي، كويس؟ هروح اشتغل بقى في الاتحاد الاماراتي؟ هيقول لي يا حضري انت ليك اسمك وليك احترامك، نعادل لك الشهاده. نعادل لك تيجي تعادل الشهاده ممكن ما يا تنجح يا ما تنجح. ممكن ما تنجحش.